مساكم الله بالخير جميعا. اليوم في حلقة جديدة من ساعة شباب عبر شاشتكم شاشة روتانا خليجية. اليوم عندنا مواضيع كثير وأشياء أكيد بتهمكم أكيد، لأنه راح نتكلم في أشياء كثير إن شاء الله أنها راح تهمكم. خليني أقول لكم حاجة عن يعني ما قد جاء في بالكم موضوع الفوبيا مثلا واحد من الأمثلة هذه اللي هي ليش الفوبيا، إيش فيها، إيش اللي ما فيها. وغير كذا عندنا أخبار كثير جدا إن شاء الله أكيد أنها راح تنول على إعجابكم. لكن خلينا نبدأ أول شيء مع الترند والأشياء اللي عندنا اليوم في 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 تويتر. فأول ما بدينا اليوم الصباح كان صباحات، ترند صباحات. فترند صباحات غالبا الناس قاعدة تسولف فيه أنه قديش في إيجابية، قديش في حياة حلوة، وقديش أنه الناس متفائلة، وهذا اللي فعلا احنا نحتاجه. وهي صباحيات، يعني زي ما يقولوا لي في الكنترول صباحيات، فصباحيات دائما، يعني خصوصا برضو في مباريات الهلال دائما يقولون صباحات الهلال، يعني فالصباحات دائما يتفائلون فيها. فكثير شفنا في التعليقات او في التويتر زي ما انتم شايفين ناس كاتبين قديش انه ممكن يكون فيه طاقه ايجابيه وحب للحياه، وانه الواحد ممكن يكون اسعد انسان ممكن يكون في يومه. ودائما احنا نحاول في يومنا بشكل عام ان نحاول نكون متفائلين، لانه دائما لو ما تفائلت في صباحك ترى يومك كله هيخرب. فنصيحتي لك حاول تسوي شيء انت تحبه بدايه يومك عشان يكون يومك رهيب، فما تحس انه في كذا معاناه وكذا. فابدا يومك بشيء انت راضي فيه، وهيئ لنفسك صراحه اسباب السعاده، يعني بينك وبين حالك كذا انه ايش في شيء انا اليوم حسويه رهيب، ايش الاشياء اللي انا بتسعدني بشكل خاص عشان يعني تكون انت متفائل وايجابي في يومك عشان لا يخرب يومك. يعني هذه بس نصيحه لك، يعني فعشان كذا انا بحاول برضو في نفس اليوم او في كل صباح انه نحاول نعطي طاقه ايجابيه مهما كانت ظروف الحياه صعبه. طيب ندخل على الترند الثاني اللي معانا اليوم، هو خبر او خلينا نشوف فيديو لطفله صغيره عمرها سنتين. الميزه في الطفله هذه انها ترسم لوحات غريبه، او خلينا اقول لك مو على سنها، ولا والادهى والامر من هذا انه لوحاتها قاعده تنباع. فزي ما احنا شايفين الحين انه اللوحات جالسه تنباع وبمبالغ يعني مش بسيطه، يعني من $300 الى $2,800. والادهى والامر انه في معارض فنيه في امريكا كبيره قاعده تطلب اللوحات هذه. بصراحة يعني ما أدري إيش أقول، بس هذه خربشة، يعني ما أدري، يعني أتوقع أنا لو رسمت يمكن أرسم أحسن منها. فالدنيا حظوظ، ما أدري إذا هذا فن. أنا إنسان ترى ما أفقه كثير في عالم الفن التشكيلي، لكن اللي قاعد أشوفه إنه البنت ما قاعدة تسوي فن تشكيلي قاعدة تخوص الأشياء مع بعض. فما أدري. والشاهد زي ما قلت لكم إنه الأسعار حالياً من $300 إلى $2,800، وإلى الحين انباعت 4 لوحات منها. فهذا الشيء اللي صراحة يخلي الواحد مستغرب شويتين إنه ليش. عموما ما دامنا قاعدين نتكلم عن الأطفال، في حادثة صارت برضو وعملت ترند شوية، إنه في واحد صيني في الصين راح مطعم أكل وشبع وكل شيء هو وعائلته، فالظاهر ان الحساب ما كفى، ما كان عنده الحساب الكافي. فاللي صار انه قال للمطعم خذوا بنتي، اعطاهم واحده من بناته، قال هذه بنتي تصرفوا يعني خلوها عندكم على بال ما اجيب لكم الاكل والفلوس واجي. فالموقف غريب جدا لدرجه انه حقين المحل قاعد يستغربون انه ذا من جده ولا يستهبل. ففعلا اللي صار انه الرجل هذا خلى المطعم ومشي، وقاعد يقول للشباب خلوا بنتي عندكم. حقين المطعم استغربوا ودقوا على الشرطة، قالوا لها يعني لأنه متوقعين أنه البنت مختطفة من الرجل، ما هي بنته أصلا، لأنه ما في أب صاحي بيسوي هالحركة، بيخلي بنته رهينة للمحل عشان يروح يجيب فلوس. يعني وين احنا عايشين فيه؟ يعني سلامات. فاللي صار انه هذا طبعا الموضوع انتهى بالشرطه مسكوه وتفاهموا معاه وقالوا لا تعيدها. يعني فهذا اللي حاصل حاليا معانا في الترندات اللي في تويتر. طيب نروح للموضوع اللي بعده،
وهو آخر فيديو عندنا في السوشيال ميديا اليوم، هو موقف بطولي. يعني صراحة الفيديو هذا يمكن يشد كثير، لأنه موقف بطولي من عزكم الله كلب، يعني أنقذ جرو صغير من الموت من الدهس. خلونا نشوف أنا أبغى أشوف الفيديو عشان نعلق عليه ونكون، لأنه في كلام في خاطري صراحة نبغى نشوفه. فزي ما احنا شايفين هنا أنقذ والله والله برافو والله يعني بعض هذا ما ودي أقول إنه ما أحسن من بعض الأصحاب، لكن فعليا هذا اللي صاير، يعني إنه في بعض المواقف اللي هي تكون فيها وفاء كبير من الكلاب تكون الـ وفية أكثر من بعض الناس. عموما بعد الفاصل، خلينا بعد الفاصل نطلع وكذا ونريح شويتين ونرجع لكم بتجربة جديدة ممكن تخلصك من الفوبيا. كثير سمعنا على الفوبيا لكن نبغى ندخل فيها أكثر ونعرف وش صنعها. بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل. سالفة الفوبيا، خلونا نعرف اليوم ايش هو مصطلح الفوبيا. فوبيا اتوقع الكل صار عارف او سمع بكلمة فوبيا، ويمكن حتى اغلبنا يمكن ما يعرف معناها الدقيق، وصار الموضوع طبيعي، صار الناس يتداولون يقول لك انا والله عندي فوبيا من الشيء الفلاني، انا عندي فوبيا من الشيء الفلاني، ويتكرر وبنسمعها في مجالس ونسمعها في كل مكان. فعشان كذا نبغى نعرف بالضبط والتفصيل ايش اللي قاعد يصير في الفوبيا هذه وايش صنعها وايش وضعها. فعشان كذا معانا ضيفنا الاستاذ فيصل سراج، مدرب ومستشار مهارات. يا هلا، حياك الله. كيف امورك؟ الحمد لله. طبعا حندردش ونسولف كذا وناخذ الموضوع بشبابيه اكثر. خليني اسالك في البدايه، اول شيء نبدا بكلمه فوبيا. كلمه متداوله، بس وش الاصل فيها؟ من وين جات؟ شلون هي الفوبيا؟ خوف عالي الدرجه. حلو. خوف بشكل عالي الدرجه مصاحب لحركات جسمانيه وتعرق واحمرار في الوجه، واحيانا الحركه بتوقف تماما عند الشخص. اوكي تمام. طب متى الواحد يعرف انه والله انا عندي فوبيا؟ يعني يستوعب كذا الانسان انه واو انا هذه فوبيا. يعني ممكن يكون خوف عادي، مو فوبيا. صحيح. فكيف اعرف الفرق ما بين الاثنين؟ حيعرف لانه بتكون جدا واضحه، بتوقف وبيبدا يبني نظام حياه على اساس التخوف. اها. بيبدا يعرف انه في حال وجود العنصر الفلاني حيصير النتيجة الفلانية. أوكي. وبالتالي بيبدأ يتخوف. طيب هل ضروري أنه كل شخص يكون عنده فوبيا؟ لا أبدا، العكس. الفوبيا في تعريفي الشخصي، أيوه، في تعريفي الشخصي ما هي إلا درس المخ تعلمه بشكل سريع جدا. فهي المخ بيرسل إشارات تحذير أنه ترى انتبه، هذا الشيء اللي كنت خايف منه، انت بتخاف منه، ايه بتخاف منه، فبيبدا يعطل حتى حركه الجسم. اوكي. فهو الموضوع ممكن يكون وهمي غالبا. المخ بيتعامل مع الوهم والحقيقه على سيان. حلو. شلون؟ فبالتالي الشيء اللي الشخص عنده فوبيا منه ممكن يكون شيء طبيعي جدا عند الناس. في ناس عندها فوبيا من البسس مثلا، من الحيوانات الاليفه. اوكي صح. فتلاقي شخص مثلا ماسك بسه في يده، اللي جنبه عنده فوبيا وقاموا بيخاف وبيمشي من المكان اصلا. اها. فبالتالي هو ما هو وهم، هو عباره عن درس ممكن يكون فاده في السابق، في حياته السابقه، او عفوا في ماضيه. حلو. ولكن استمراره غير مفيد له في الوقت الحاضر. ممكن يعيقه عن اشياء كثير يمارسها. طبعا طبعا. في مثلا بعض انواع الفوبيا مثلا عند اعضاء مجلس اداره او مثلا التنفيذيين في الشركات مثلا، هو التخاطب مع الجمهور، او مثلا السفر على الطيران. أوف. يعني حتى لو وصل لمنصب انه ممكن يكون كبير نوعا ما والمفروض انه يكون قيادي، ممكن يكون عنده فوبيا من حاجه معينه في في القياده نفسها. هذه من الاشياء اللي بنتعامل فيها كثير مع ايش هي اكثر الانواع اللي منتشره بين الناس صراحه في الفوبيا؟ الحشرات. من جد؟ اتوقع البنات هم اكثر ناس. البنات بس دائما، يعني مو دائما، بصفه عامه ابحث عن الاخو في البنات، لانه دائما صح عليك. الاخو دائما صح عليك، بيوري اخته مثلا، هو اللي يزرع الفوبيا هذه فيهم. صح. او واحده من الاشياء اللي تعاملت معاها، اخت اخوها دفى في المسبح وهي صغيره. فاستمر الخوف معاها لمستقبلها، فصارت ما تحب لا اي شيء له علاقه بالمويه. ممتاز. طيب هل في حل؟ يعني زي مثلا الامثله هذه، واحد بيخاف من البسه، يعني انا استغرب صراحه. نعم. انه ليش؟ ممكن يكون مبني على موقف سابق او شيء، لكن كيف ممكن نكسر الفوبيا هذه؟ طيب بمجرد قناعه الشخص انه الفوبيا ما هي الا تعلم،
المخ تعلم بشكل سريع. فبالتالي إيش اللي يمنع أن المخ يتعلم بشكل سريع؟ درس جديد بشكل معاكس. نعم. حلو. وهذا التطبيق اللي بنسويه مثلا احدى الاشياء اللي بنسويها اسمها علاج الفوبيا السريع عن طريق البرمجه اللغويه. حلو. في تمارين للاسترخاء بنعطيها للشخص بحيث انه يسترخي يكسر الخوف. ايوه ايوه. في اشياء كثيره وسريعه وفعاله جدا خارج منظومه اعطاء مثلا الادويه او يعني ما يدخل فيها اشياء كيميائيه او شيء، يعني اشياء لا. نفسيه اكثر، اشياء في التفكير، في طريقه التفكير في الفوبيا. انا وانت تسولف قاعد افكر فعلا ايش الاشياء اللي فعلا انا في رهاب منها او خوف. نعم. اكتشفت اني فعلا اخاف من المرتفعات. طيب. صدق. فكيف انا ممكن احل المشكله؟ يعني انا لما اطلع فوق سطح او برج عالي واطل لتحت احس انه الدنيا تدور فابدا ادوخ. فكيف ممكن اعالج نفسي من النقطه هذه؟ لاني بشوف ناس عادي يمشي فوق حبل ما بين عمارتين. نعم. ولا بيخاف. نعم. طيب سؤال، وانت بتوصف هذه الاشياء حسيت باي احساس؟ ايوه حسيت بدوخه. اوكي. في زي دوخه كذا. ايوه. غالبا اللي عنده فوبيا مثلا، خلينا نفترض مثلا شخص جت عميل جاب فوبيا مثلا من التعبان مثلا بمجرد ما يشوف صوره التعبان حيبدا يجي له رد الفعل. أيه. هذه الفوبيا. اما انت بتتكلم بشكل هادي ما تغير كثير اشياء معك. فانا ما هو فوبيا حقيقية. ما هي فوبيا اللي هي بتخلي الشخص يبني حياه مختلفه على اساسها؟ هل انت بتمنع نفسك انك تزور؟ لا بالعكس، احاول انه يعني اكسر الشيء هذا يعني. ايوه. هذه عمليه تدريب. هو خوف عادي يعني. ممكن يكون خوف عادي، ممكن يكون رساله تحذير من المخ بشكل فعال انه انتبه. طيب يعني هل تتوقع انه فيه نوع من انواع الناس عنده فوبيا من النقد؟ والله أنا شفت فوبيا من الناس كمان. فوبيا أيه في من الناس؟ أيه. في زميل لي تعاملت معاه كان عنده فوبيا من أخوان في قطاع أنا أحترمه طبعاً، أنا سابقاً منه، القطاع المصرفي. كان كل ما يشوف بانكر داخل عليه يجيله نوع من أنواع ردود الفعل. نعم. أوف. وهذا كان بيعيق تطوره لأنه هو في بزنس ويحتاج تمويل من البنوك ويحتاج يتعامل مع بانكر بشكل. فكانت عملية سهلة جدا انه تقنعه لانه هذا ما كان بيصب في صالحه الخطر. اوكي. فطب هذا كيف ممكن انك انت تتعامل معاه؟ هل تخليه تواجهه بواحد بنكر يعني عشان يكسر قبل الخوف؟ وبعد. انا غالبا في اي احد بيجي وعنده فوبيا بقارن قبل وبعد. حلو. فمثلا اذا خوف من المصاعد بشوف اي اسانسير قريب او مصعد قريب قبل وبعد الجلسة ونشوف. اوكي. هل تكون انت حريص انك تعرف ايش السبب اللي وصله لمرحله الفوبيا في السابق، يعني ترجع في الهيستوري حقه ولا السبب ما هو ضروري؟ السبب ما هو ضروري كثير لانه المخ بيتعلم في كل الحالات. المخ عباره عن ماكينه بتتعلم طول الوقت. تمام. حلو. فالسبب لا ما 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 هو مهم كثير. اوكي. احنا نرجع لاصل التعليم، فين تم التعليم. اوكي. باي شكل من الاشكال. اعطيك مثال. واحدة من العميلات اللي اشتغلت معاهم كان عندها خوف من التعابين. تعرف كيف تعلمت الخوف؟ كلمة واحدة علمتها الخوف، انتبهي. أبوها قال لها انتبهي وضغط على كتفها بهذا الشكل، وكان في سنيك تشارمر أو اللي هو ساحر في مكان بعيد. وفضلت عاشت حياتها إلين منتصف الأربعينات خايفة من التعبان مع أنه كان شيء بعيد، بس مخها ترجم التحذير هذا على أنه خوف لازم تتجنبيه كل الأشكال. واو. يعني لهالدرجة قدرتنا العقلية والدماغ عندنا قادر انه يسوي لك اشياء انت ما تتوقعها، يعني هي بس من قرصة من ابوها صارت خايفة. قرصة والكلمة وكل ابوها هزة، يعني كانت الحركة قوية جدا عليها، فالمعلومة زي ما تقول سقطت جوا العقل الباطن خلاص. هذا معناته خطر. فعل أي خطر عليك. ممتاز. طيب يعني هل تشوف انه الناس اللي تخاف انها تفشل في حياتها يعتبر خوف، يعتبر فوبيا؟ لا، الخوف من الفشل، انا يعني هل الخوف من الفشل لدرجه انه بيشلها عن ممارسه اي شيء او بيشل الشخص عن ممارسه اي شيء؟ هذا ممكن يكون الشخص ما هو متصل بالجهه الثانيه من الامكانيه الثانيه، الاحتماليه الثانيه انه ينجح نجاح غير عادي في حياته. ممكن المخ ما استوعب انه في قناه ثانيه أو برنامج ثاني ما ظهر للشخص. حلو. فبمجرد ما تبدأ تغذي هذه الأفكار في الشخص حيكون عنده قناعة أنه كيف يوصل للنجاح ويتفادى المشكلات اللي تواجه. يعني يحط قدامه كل الخيارات، يعني ما يحكر نفسه فقط في أنه والله حيفشل. نعم.
نعم. يعني نعم. ممكن انه يشوف كيف قديش هو ممكن يكون حيكسب من المشكله، لانه بصراحه اكون معك صريح، في احيانا اشياء انا ممكن اتردد اسويها من ناحيه انه خوف من الفشل، مع انه يمكن مؤخرا صرت اغامر. يعني احب المغامره هي. شويه هي. بس الخوف من الفشل ترى شيء مخيف جدا وخلاني اتردد في اشياء كثير في حياتي. فما اعرف هذا الشيء، يمكن في كثير ناس يتابعون الحين عندهم نفس المشكله اللي كنت انا اعاني منها اول. هو العذر والنتيجه لا يتعايشوا مع بعض. حلو. يا حتعطي اعذار يا حتحقق نتائج. الله. تمام. هو اختيار بين اثنين، يا حتعطي اعذار كنت خايف ما قدرت ما تمنيت ما كان في وقت، يا حتحقق النتيجه. السؤال ايش اختيارك؟ انا حظي انه بشتغل مع فئه ما يسمى بفئه المتقاعدين كثير. ما يسمى، انا طبعا ما تحب تسميهم، ما احب الاسم لا بالانجليزي ولا بالعربي، اللغه طبعا. ايش نسمي؟ ايش المسمى اللي تسميه؟ انا بسميهم في بدايه حياه جديده. برافو. تمام صح، لانه هم متقاعد او ري تايرد بالانجليزي. ري تايرد، كل ما تقابله يقول لك ام اكس ام ري تايرد، بيعيد تكرار انه هو تعبان. ري تايرد. فاكثر شيء بيندموا عليه، وهذا اللي وجدته جدا مثير للفضول، الاشياء اللي ما سووها في حياته، مو الاشياء اللي سووها، اللي ما لحق يسويها، اللي ما لحق يسويها بداعي او بحجه الوقت او ما هي شخصيتي او انا ماني كده او هذا مو اللي احنا قدرنا عليه او هذا ما هو في خبراتي او صعب اتعلم دحين في هذا السن، وقف نفسه من هذه الاشياء. اوكي. طب الناس اللي قاعده تسولف في المجالس كثير، انا عندي فوبيا من شيء الفلاني، انا عندي فوبيا، ويكرر يكررها كثير، انا عندي فوبيا انا عندي فوبيا، هل دماغه بيرسخ له انه فعلا هذا الشيء عندك فوبيا منه، ولا انه مجرد انه بس يقول؟ تعرف ايش الأسوأ من كذا؟ انه اللي حوله بيبداوا يكونوا له، مثلا ما اذا هو فوبيا من الطيران يقول لا ما حنسافر لانه عنده الفوبيا هذه من الطيران، بيكونوا له البيئه اللي داعمه لموضوع الفوبيا، يعززون فيه الشيء هذا. فمو بس هو كررها، كمان بيئته كلها المحيطه اكدت له انه عنده الخوف. اوكي. طب هل في عمر معين الفوبيا تبدا تتكون منه؟ لا، الفوبيا هي ارتباط، ممكن احيانا تكون ارتباط داخل العقل الباطن، شيء صار في الطفوله وشيء مشابه له صار في مثلا في مرحله ثانيه في العمر وتربطت في بعض. بمجرد ما تفك الارتباط هذا بتمارين معينه خلاص بينتهي. هو اللي اقصده انه عشان مثلا طريقه التربيه للاطفال مثلا، بحيث انه ما يكون الطفل ابدا اعزز فيه جانب الخوف او جانب يمكن ابني فيه فوبيا انا ما كنا انا داري، زي اللي صار مع البنت وابوها. صح. فهل في سن معين للاطفال اكون انا حذر في اني اخوفه من شيء او شيء، ولا انه عادي هو بطبيعه الانسان لما حتى لو كان كبير ممكن تجيه الفوبيا؟ ممكن ممكن، هي ارتباط، ما في فئه حصريه، ما في نقطه بدايه، ما في، لا لا، هي تعلم، المخ بيتعلم بشكل سريع، فهو تعلم في مرحله ممكن تكون مبكرة ممكن تكون متأخرة. ممتاز. طب خليني أسألك يمكن سؤال الأخير، واللي حديثك صراحة ما يمل منه. شكرا. لو عندي فوبيا هل أقول ولا أكتم؟ أسكت ما أتكلم. طيب أول شيء إذا تبغى تقول أنوي، أول شيء اسأل نفسك السؤال، هل مفيدة لك الفوبيا؟ بعض أنواع الفوبيا مفيدة على فكرة. هل مفيدة وجود الفوبيا لك؟ الشيء الثاني، إذا وجدت أنه هي غير مفيدة لك، ابدأ بالبحث عن طرق للتعامل معها. تمام. حلو. عن طريق مثلا شخص متخصص او شخص يقدر يساعدك، يعطيك طريقه تفكير مختلفه. حلو. تمام. اذا بتتكلم عليها الاشخاص حولك، قول الى الان ما تعاملت معاها، اعطي المخك الاوبشن الاختيار انه الى الان انا ما وصلت لعلاج لها. حلو. الى اللحظه هذه. حلو. بس ما يمنع انه بعد لحظات حكون تفوقت عليها. بالضبط. وتجاوزتها. ممتاز ممتاز. عموما انا سعيد جدا صراحه ب شوفتك وبجلستك وحديثك لا يمل، واتمنى انه الساده المشاهدين برضو استفادوا. نعم. فاللي عنده فوبيا يحاول يواجهها ويكسرها، هذا اللي تعلمناه اليوم. نعم. الله يعطيك العافيه ان شاء الله، ونشوفك ان شاء الله مرات ثانيه ان شاء الله على خير. الله يعطيك العافيه. طيب عندنا تقرير عده الزميل مهند قحطان عن القريه العالميه في جده، نشوفه ونرجع لكم. We'll be right back.
أطلقت الهيئة العامة للترفيه فعاليات قرية جدة العالمية في منتزع عطلة بنسختها الأولى، ويشارك في الفعاليات عدد من الدول الخليجية والعربية والأوروبية والإفريقية. قرية جدة العالمية في دول مشاركة من خارج المملكة، جو الحمد لله تشرفنا فيهم كمصر وفلسطين اليمن بالي، وفي كمان المغرب، في طبعا رئيس الجالية في المملكة العربية السعودية لما سمع عن الفاعلية رحب انه يشارك معانا بالدول حق الجاليات اللي موجودين. موقع ده اصلا رمز كبير للمملكة العربية السعودية اللي هو متحف الشيخ عبد الرؤوف خليل. يمكن في ناس كثير ما يعرفوا انه هذا المتحف موجود عندنا وفي جدة في بحر العروس الأحمر. يعني هذا الشيء حبيت اني انا، طبعا هو كان مبادرة من الشيخ خالد عبد الرؤوف خليل انه طبعا ضم معانا المتحف، والناس كانوا جدا مبسوطين. في أشياء في المتحف من 500 سنة ومن 1000 شوية، أشياء مو بس تخص المملكة، أشياء عالمية، والمتحف أصلا تصنف ضمن المتاحف العالمية، مدينة الطيبات العالمية. تتضمن القرية مسرحا للعروض الفلكلورية لكل دولة وعروض حرفية وأزياء، كما تحتوي على قاعات ثقافية تحتوي على لوحات وأشغال من تراث كل دولة مشاركة. احنا مشاركين هنا بالمطرزات، اللبس التراث الاردني الفلسطيني، وعندنا زيت الزيتون، وعندنا الحلويات الفلسطينيه، وعندنا تيشيرتات مطبوع عليها اشياء فلسطينيه، وعندنا المنتجات الاساس طبعا زيت الزيتون والدقه الفلسطينيه والمقدوس، زيت الزعتر، السماق. احنا في الاساس عندنا مصنع لصناعه الصرف والارابيسك في مصر، ودي كلها منتجاتنا، منتجات يدويه. ده بصراحه اول مهرجان نشارك فيه في هنا في جده، وان شاء الله باذن الله ما يكونش اخر مهرجان ان شاء الله باذن الله. العنود الطعيمي لبرنامج ساعه شباب. صراحة شيء رهيب انه بدينا ان شاء الله انه يكون عندنا قرية عالمية، وهي بداية، وما نستبعد انه ممكن نوصل لمراحل عالمية جدا ويكون عندنا قرية عالمية حقيقية تضم جميع دول العالم، فاحنا قادرين اكيد ان شاء الله انه بنوصل لهذه المرحلة. بنطلع فاصل وبنرجع لكم بالاخبار، عندنا اخبار حتعجبكم. رجعنا لكم بعد الفاصل، عندنا اخبار اليوم، والخبر الاول معانا شويه 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 غريب يعني. ف يعني من اللي بيتوقع انه بيشتري حقيبه ب 6.7 مليون دولار مصنوعه من بيض؟ بيض يا اخوان، ابغاكم تركزون معايا لو سمحتوا، اوكي؟ عشان الخبر ذا بيعور القلب شويتين. تحفه فنيه جديدة أطلقتها مصممة حقائب بريطانية اسمها دي بي وينغهام، واللي هي متخصصة أنها بس تصنع أغلى أنواع الحقائب للمليارديرات، يعني شوف لاحظ للناس المليارديرية، فاهم؟ للمليارديرات، فاهم؟ اللي هم البنات المليارديرات. فيقول لك أنه سوت إعلان عن حقيبة جديدة مصنوعة من بيض حقيقي زي ما أنتم شايفين هنا، وتبلغ قيمتها 6.7 مليون دولار. البيض المصنوع منها الحقيبة مغطاة بالذهب، الله المستعان، وتتزين أصلا أو تتزين أيضا بثمانية آلاف قطعة. يعني ما أدري، تخيل أنك أنت تشتري شنطة بقيمة 7 مليون واللي داخل الشنطة أصلا ما يسوى 1000 ريال، فليش هذا من البذخ، الله المستعان الله المستعان. يعني هل تتوقع يا ابو الفتوح انك ممكن في يوم من الايام تشتريها؟ ابدا، ولا حتى لو صرت مليونير؟ ليش؟ والله عاد يعني يمكن المدام تطلب ولا حاجه. طيب، فهذه هي البيضه زي ما انتم شايفين. صراحه يعني ما ادري ايش اقول والله، بس اللهم يعني احفظ لنا فلوسنا، يجيب لنا بنات وزوجات يطلبون مثل هذه الاشياء. الشيء الثاني او الخبر الثاني يقول لك الشوكولاته
او الشوكولاته والشقليطه على قولة بعض الناس ممكن انها تحافظ على السمع، زي ما احنا شايفين هنا في الصور انه الدراسه علميه انه تقول لك انه الشوكولاته يمكن ان تساعد في حمايه فقدان السمع، وتوصلت الدراسه الى ان معدل فقدان السمع بين الاعمار اللي تتراوح ما بين 40 الى 64 كل ما كان في الاعمار هذولا كانوا ياكلون زياده شوكولاته كل ما قل الممكن انه الاصابه في اللي هو عدم السمع. فكثير من الناس وهذا شيء كويس، انا اتوقع انه يعني ان شاء الله احنا ما اكثر ناس احنا ناكل شوكولاته، يعني حتى في واحد ورا الكاميرا هنا مبسوط انه يقول يس كذا بس ما شفته. عموما انه نتمنى انه ان شاء الله الدراسه صحيحه، لانه يقول لك انه الكاكاو فيه ماده ممكن تكون مقاومه او مضاده للاكسده والالتهاب اللي تحمي من فقدان السمع. ف يعني اتوقع انه عشان كذا خلوا عيالكم ياكلون ودقوا في الشوكولاته، بس اهم شيء يعني عشان الواحد لا يمتن بزياده وتكون عنده سمنه زايده، فالواحد يحافظ يوازن ما بين البين يعني ها ها شويه شويه ها ها زي كذا. طيب نطلع للخبر اللي بعده، يقول لك الفيروسات كيف ممكن يكون شكلها؟ هذا عالم بيولوجي استخدم القليل من الخيال عشان يوصل فكرة كيف ممكن اللي الواحد يشوفه تحت المجهر من فيروسات بتفاصيل فنية رهيبة ومن خلال رسمها بتفاصيل لافتة للنظر. كل هذا عشان يعلم أو يخبر العلماء وغيرهم كيف تبدو هذه الأشياء، يعني كيف تصير هذه الأشياء صدق. ويقول لك البروفيسور جوتسيل أن انطباعات الفنية ليست سوى فكرة حول ما يمكن أن تبدو عليه العوامل الممرضة بشكل واقعي، فهو قاعد يحاول ينقل لنا الشيء اللي حنا ممكن حنا نخاف منه أو نقول أوه فيروسات وزي كذا، فيبغى يبينها بطريقة فنية مع أنه شكلها جميل لكن برضو ما زال مفعولها يخرع. فمهما كانت جميلة لأنه اللي تسويه شيء مو كويس، فالله يستر منها. طيب نطلع للخبر اللي بعده، يقول لك علماء يطورون الملح عشان ما يكون ضار وبيسوون ملح جديد. طبعا الفكرة هنا انه فريق في الولايات المتحدة قرر انه يسوي تركيبة جديدة من الملح فيها قليل او بنسب قليلة من كلورايد الصوديوم او كلوريد الصوديوم، عشان لانه المصطلحات دي تفرق شوية، وانه اهم حاجة انه ما يتغير الطعم. طبعا رأي العلماء او الاطباء في الملح أن الإكثار منه يؤدي إلى اضطرابات صحية ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم عند الإنسان، مما يزيد من احتمال التعرض لأزمات قلبية كثير، وهذا اللي فعلا كثير من يعني الناس كانوا بحذرون والأطباء والناس المختصة في التغذية أنه ابعدوا شوية عن الملح، قللوا وخففوا الملح لأنه من جد أضراره كثير في على المستقبل. عشان نعرف أكثر عن مشكلة الملح في الأصل اللي حنا أصلاً ما عمرنا تخلينا عن الملح في أي وجبة من وجباتنا، معانا على الهاتف الأخصائية أو أخصائية التغذية إيمان سالم، حياك الله. أهلاً وسهلاً فيكم جميعاً، دائماً يسعدني أتواجد معكم على شاشتكم المميزة، بتختاروا مواضيع صراحة مهمة ومفيدة. الله يسعدك. وأحسن شنكم بتقدموها بشكل بسيط يصير أي حد يقدر يستفيد منها. الله يسعدك إن شاء الله، شكراً لك أنت على وجودك معنا. طب خلينا نبدأ كذا، الملح ليش مضر وليش مفيد ترى احترنا يعني ما ندري، مرات مفيد مرات مضر، ويعني ايش السالفه فيه؟ صح مزبوط. اول شيء هو موضوع الملح مره مهم لانه بيدخل في مرض الضغط بشكل مباشر. حلو. وهو من المشاكل اللي احنا في مجال التغذيه بنسميها مثلث الخطر. هذا مثلث الخطر بينقسم ثلاث اقسام، او هو الراس حقه بيكون مرض السكر وكمان السمنه وكمان مرض الضغط، عشان كده هو مره موضوع مهم ان نناقش موضوع الملح. طيب نرجع اللي هو الملح مفيد الملح مضر، ناكل قديش من الملح؟ خليني بس اوضح حاجه، الناس لما يسمع كلوريد الصوديوم ممكن ما حد يعني بيكون ممكن في احد يكون ما عنده دي المعلومه، بس هي هذه الصيغه الكيميائيه للملح. هو الملح بيتكون من عده معادن،
زي مثلا الصوديوم، البوتاسيوم، اليود، وهي معادن مهمه لجسمنا اننا ناخذها بشكل يومي. حلو. لانه كل معدن من هذه المعادن مفيد بيساعد جسمنا في حاجه معينه. بس اهم حاجه انك تختار نوع الملح الكويس لك. زي مثلا في في حالات بتكون احنا بننصحها انها تروح تاخذ ملح، لكن تختاره على حسب الحالة الصحية عندك. زي الناس اللي بتعاني من مشاكل في الغدة الدرقية، في أشخاص بيكون عندهم تضخم في هذه الغدة الدرقية، بنقول لهم اختاروا نوع الملح اللي يكون مدعم باليود، أو حاولوا أنكم تعيشوا في المناطق القريبة من البحر حتى أنكم إيش تقدروا تستنشقوا هذا اليود اللي موجود في البحر. تمام. في كمان حاجة كنت حابة أقول لك، هي الملح هو مو بس إحنا بناخده من البحر، في كمان دحين شركات ما شاء الله بتجيب لنا الأملاح اللي في الصخور، وهذه أنا أنصح فيها بقوة كمان. لأنها بتكون الأملاح الصخرية أشهرها ملح الهيمالايا اللي يجيك خشن زيادة كبير كذا. أيوة يا سلام عليك. أيوة اللي بيكون شوية خشن أكثر. هذا بيكون مدعم برضو باليود، هو غالبا يكون موجود فيه اليود والبوتاسيوم بشكل طبيعي، فهو بيفيدنا أكثر من الملح اللي يكون مكرر، اللي هي الشركات بتدخل في عمليات تكرير حقه عشان يصير. طيب يعني معناته خلينا بس نتفق على شغلة، هل أنه نوع الملح هو المضر ولا الإكثار منه؟ تمام. خليني أكمل بس اللي هو برضو الملح له فوائد كثير غير تنظيم مشاكل الغدة الدرقية. حلو. هو برضو بينظم عمليات اللي هي السوائل في الجسم، زي مثلا الأطفال لما بيكونوا بيلعبوا بيجروا في المدرسة تحت الشمس وغيره، بيفقد كمية سوائل كبيرة. صح. تمام. فإحنا إيش دورنا في البيت؟ يا سلام، عن طريق التعرق. دورنا في البيت إنه نقول لهم اشربوا سوائل كثير، حتى كمان يعني هذه السوائل أو المويه اللي احنا بنتناولها برضو بتحتوي على كمية صوديوم ومعادن ثانية جسمك يحتاجها. بس هنا فكرة الصوديوم إنه هو بيساعد على تنظيم احتباس السوائل هذه. حلو. تمام. كمان الناس اللي بتعاني من مشاكل الضغط اوريدي، هذه احنا حنقول لها انت عارفه متى يصير عندك ارتفاع في الضغط ومتى يصير عندك انخفاض في الضغط. يعني بس بدخل ممكن اقاطعك في النقطه هذه، بقاطعك في النقطه هذه. انت قلتي معلومه مره مهمه اللي هي سالفه انه المويه انه فيها اكيد صوديوم وفيها يمكن نسبه ملوحه خفيفه او الصوديوم بشكل عام. يعني معناته اللي صار قبل فتره انه في شركات معينه كانت تتكلم انه هذه المويه ما فيها ملح، ما فيها صوديوم او نسبه ضئيله من الصوديوم، وان الصوديوم، هل هذا الشيء فعلا صحي ولا لا؟ هي بشكل عام احنا هنا في السعوديه او في اي مكان ثاني لما يجوا يدخلوا لنا الشركات بهذه المنتجات، كل المنتجات اللي بتدخل لنا احنا هنا في السوق بتكون مدروسه، فما حد يقدر يدخل لك كميه صوديوم مثلا ما هي كويسه لجسمك، او احد يجي يخوفك من الصوديوم. عشان كذا انا جيت اليوم اقول لك فوائد الصوديوم. حلو. حتى انك تصير تشرب المويه وانت مطمن مرتاح. يعني كلها كل اللي قاعدين نسمعه مسؤولة عن انها تقول لك هذه كميه الصوديوم هذه مسموحه في مثلا هذه علبه المويه، فمستحيل تلاقي كميه مويه يكون فيها ملح اكثر من الطبيعي وبتكون متوفره بشكل عادي في الأخير. معناته انه كل اللي قاعدين نسمعه هذه هي مجرد اشياء عشان تسويق لشركات، تسويق عن شركات، اعلانات فقط. طيب خليني اختم بسؤال اخير. الحل في مشكله انه انا من الناس اللي والله مستحيل اني ممكن اكل حاجه ما فيها ملح، صح ولا لا؟ وابو الفتوح هنا يوافقني الراي. فايش الحل في موضوع انه تغيير الطعم، انه ممكن انا اغير الملح، اغير نوع الملح، لكن الطعم حيتغير، ايش الحل؟ طيب خلينا نتفق بس قد ايش انت المفروض تاخذ الحد لك من الملح او الصوديوم. حلو. تقريبا هو 2300 ملي جرام في اليوم الواحد، يعني ملعقه صغيره. يعني مثلا لما تجي تتخيل انه الام حتطبخ في البيت للعائله، مثلا حنسوي الغداء، ممكن هي تحط في الطبق الواحد ممكن تحط فيه ملعقتين ملح، فهو كده يعتبر نسبة مرة ممتازة كافية. حتى حيكون أيوة كافية، وطعمها برضو مقبول للكل بشكل عام. حلو. يعني حتى لما تيجي تقول انه كم الاشخاص اللي حياخذوا من نفس الطبق هذا، فحيوصل لهم تقريبا ربع ملعقة او اقل، فاحنا هنا نتكلم عن كمية ممتازة. بس الناس اللي تقول لك انا طعم الملح احس لازم يكون اكثر، او طعم الملح عنده مشاكل فيه لازم يكون اقل، ما يحط طعم الملح بشكل كبير،
هنا نرجع لنقطة إنه سبحان الله الإنسان لما نكون أطفال إحنا نخلق بحاسة تذوق معدومة، يعني ما يكون عندك حاسة تذوق، فيجوا الأهل هم اللي بيوجهوا هذه حاسة التذوق هذه عند الإنسان. حلو، يعني هي من الطفولة تبنى. وأنت صغير، أيوه، إذا أنت وأنت صغير أهلك كانوا بيأكلوك ملح بكميات كبيرة، أنت حتكبر وتصير تحس إنه والله الأكل ساهي مثلاً، ما صح على قولتهم وما في ملح. ايوه يا سلام. طيب عشان كذا هذا كمان تلاقيه الفرق عند الناس اللي تحب طعم السكريات اكثر والناس اللي تحب طعم الملح اكثر. الله يعطيك، فنقدر نقول نرجع لاول لزمان. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه الاخصائيه او اخصائيه التغذيه ايمان سالم على المداخلة الثرية هذه صراحة، وفعلا كنا محتاجين نفهم بعض المعلومات، وأنا عن نفسي استوعبت أشياء كثير، خصوصا البربقندة اللي كانت تصير على الموية أنه نسبة صوديوم قليل نسبة صوديوم كثير، وانتبهوا لا تنتبهون اشربوا موية وانتم مبسوطين يعني ما عندكم مشكلة. طيب نطلع على تقرير التحدي اللي يواجه شباب الأعمال ومشاريعهم الرائدة هي إثبات وجود ونجاح مسرعة الأعمال برسوم، اختارت مجموعة من هذه المشاريع ووضعتهم أمام لجنة التحكيم. التفاصيل أكثر في هذا التقرير. تنافست 5 شركات ناشئة سعودية في اليوم الختامي لبرنامج تسريع الأعمال والذي نظمته مسرعة بلوسوم في مركز جدة للشباب بعد منافسة قوية شهدها البرنامج، وقد عرضت الشركات 5 أمام لجنة التحكيم حيث قدموا تجاربهم في سوق العمل. Actually احنا بدأنا ب3 سوشيال ميديا بوست حطيناها من غير إعلان من غير شيء، وجانا أكثر من 100 ستارت اب قدموا على المسرعة. في هذا الوقت أدركنا أنه من جد الإقبال مرة كبير، وفي ستارت ابس كثيرة في المملكة، كل يوم في ستارت ابس جديدة بتنولد، عندهم أفكار رائعة بالذات الشباب، ولكن يحتاجوا لمكان ولمسرعة لدعمهم، فالحمد لله بدأنا منها بلاسم. حقيقة كل المشاريع اللي عرضت ممتازة وفي لها يعني مستقبل جميل، لكن يمكن اخترنا الفائزين هذول شركة ستيكي وشركة سويتش اللي هي أكاديمية رياضية بحكم الفرصة الموجودة اليوم في السوق. شركة ستيكي شركة يعني متخصصة في طباعة الصور عن طريق الأونلاين بالأبليكيشنز، ففرصة التوسع عندها جدا عالية حقيقة. وشركة سويتش هي شركة متخصصة بأكاديمية رياضية في مجال كرة السلة، والدولة اليوم تتوجه لدعم بناء أكاديميات رياضية حول المملكة، فهذا جزء من برنامج جودة الحياة، جزء من الرؤية لمجتمع حيوي ورياضي. فحقيقة فرصة نمو شركة زي أكاديمية سويتش كبيرة جدا، ولهذا السبب احنا قررنا انه احنا نستثمر فيها كبيور سبورتس، انه ندعم ابتعاث الشركة هذه الى السيليكون فالي يتعلموا اكثر ويستفيدوا اكثر من خبرات العالمية. الجدير بالذكر ان مسرعة بلوسوم هي برنامج عمل متكامل لرائدات الأعمال السعوديات، تمنح فرص نادرة للمشاركات لتركيز اهتمامهن وجهودهن على أعمالهن الناشئة حتى يكن قادرين على المساهمة بدور إيجابي في الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع رؤية 2030. الحمد لله هي فرصة مرة حلوة، خاصة انه الإقبال على البزنس اللي أنا فيه والمجال اللي أنا فيه عالي، وهي أصلا جزء من الرؤية حقت السعودية في الأيام دي، فالحمد لله هذه فرصة جدا جدا رائعة انه احنا نتطور ونتحسن ونوصل مكان أحسن من اللي احنا فيه. والله الحمد لله حتى أنا جدا مبسوطة، وطبعا هتفتح لنا فرص جدا كبيرة، انه برضو احنا كمان انه كانت خطه من خططنا انه نقابل جوجل وفيسبوك وهذه الشركات الكبيره، فان شاء الله نوصل للهدف حقنا. العنود الطعيمي لبرنامج ساعة شباب. تقرير جميل صراحه، وهذا الشيء يعطينا دافع انه يا جماعه اذا ما بديت مشروعك من الحين ترى يمكن ما هتبدأ، فإذا عندك فكرة ابدأ اشتغل عليها من الحين، كل السبل مهيئة لك أنك أنت تطور مشروعك وتكبر مشروعك ويصير فيه استثمارات كبيرة مستقبلا. ما تدري أبل ترى بدت في كراج سيارات الحين، شوف وين أبل. طيب نطلع الفاصل ونرجع لكم إن شاء الله.
رجعنا لكم بعد الفاصل وفقرتنا الأخيرة، هل للشباب دور في مواجهة التوحد؟ عشان كذا عندنا إحصائية من منظمة أو منظمة الصحة العالمية في عام 2016 تقول إن طفل واحد من بين 160 طفل يكون يعاني من اضطرابات التوحد، وكلنا تقريبا يمكن سمعنا في التوحد، وبس الواقع بيخلينا نقول إنه إحنا ما إحنا نعرف كيف ممكن إحنا نتعامل مع التوحد، أو إيش دورنا إحنا كشباب أو كأخوان وعائلة للمصاب باضطرابات التوحد، إنه كيف ممكن نتعامل معه. فعشان كذا اليوم معانا أخصائية تربية خاصة توحد وتعديل سلوك، جمانة مفتي، منورتنا اليوم. أهلا بك، كيف أمورك؟ الحمد لله. طيب أول شيء خلينا نبدأ، إيش الشيء اللي المفروض الناس تعرفه عن التوحد ويمكن عندها مفهوم خاطئ عنه؟ طيب أطفال التوحد مختلفين، بس هم يحتاجوا إنه إحنا ندخل لعالمهم عشان نفهمهم. حلو. ممكن بعض الأمهات أو الآباء بيخافوا يخلوا أطفالهم يختلطوا معاهم، لأنه ممكن أحياناً بيكونوا عندهم شوية عدوانية، بيكونوا شوية منعزلين، ما بيقدروا يتواصلوا، هم بس بيعبروا عن نفسهم بهذه الطريقة، فإحنا لازم ندخل لعالمهم عشان نعلمهم كيف يعبروا عن نفسهم بالطريقة الصحيحة. يعني بمعنى أنه هم منغلقين حول عالمهم شوية. بالضبط، فهم بس يحتاجوا أنه إحنا نرشدهم ونعلمهم كيف يعبروا عن نفسهم. ممتاز. في نسبة عالمية محلية عن عدد آخر الصحة. نسبة كانت 1 من كل 59 طفل بيتشخص بالتوحد. واو. والله نسبة قوية. والذكور 4 أضعاف من الإناث. أوف. يس. في أسباب معينة؟ في ستاديز مرة كثيرة، بس إلى اليوم ما في شيء مثبت إيش السبب. ليش السبب كذا؟ يعني بيعملوا ستاديز، بيعملوا دراسات، بيقولوا إنه ممكن وراثة، جينات، بس ما في ولا شيء مثبت. يعني ممكن يكون التوحد بالوراثة. ممكن، بس ما هو مثبت. ما في شيء مثبت إلى الحين. مع إنه اللي أعرفه أنا إنه دائما يمكن أطفال التوحد يكونوا مرة أذكياء بدرجة يمكن أعلى من الأطفال اللي حولهم. في بيجينا حالات زي كذا بيكون الاي كيو حقهم عالي، او بنكتشف انه عندهم موهبه في الرياضيات، في الغنى، صح، في الكمبيوتر، في التركيب، في الرسم، بيكون عندهم مواهب. فطبعا احنا في حالات زي كذا بنحاول قد ما نقدر ان ننمي هذه المهارات. حلو، ويكسر الانغلاق اللي هو طبعا بنخليهم يعبروا عن نفسهم دي الطريقه. حلو. طب كيف بالعاده انتم تكتشفوا انه الشخص هذا عنده توحد؟ لأنه اللي أعرفه أنا أنه مو أي شخص ممكن يشخص يقول هل الطفل هذا عنده توحد أو لا. طبعاً عندنا الدكاترة النفسية والاستشاريين النفسيين هم اللي بيشخصوا. حلو. كيف بنكتشف؟ طبعاً كل ما كان أبدر كل ما كان أفضل للطفل. الطفل ممكن يتشخص من 1.5 لـ2 سنين، بس غالباً عندنا بيكون التشخيص 4 سنين. بيكون الأعراض الأهل مو منتبهين، بيبدأوا يستوعبوا 3 سنين 4 سنين إنه أوكي ولدي ما تكلم، ولدي ما عمل. فبيكون التشخيص متأخر، بس it's never too late. حتى لو تشخص متأخر أنا بنصح الأهالي حتى لو تشخص 5 سنين 6 سنين لا تفقدوا الأمل. أبدأوا as soon as you know. طيب في سن معين يبدأ المفروض أنا أركز على الطفل أشوف إذا فعلا عشان أبدأ أدارك؟ قلنا 2 سنين ولا؟ سنة ونص لـ2 سنين. أبدأ أعرف حالاته ووضعه إذا كان إنه. طبعاً في أشياء مختلفة، التواصل، لما تنادي اسمه، كيف يطنش. الأصوات، في حاجات معينة. في أقسام للتوحد؟ أيوة. في التشخيص طبعاً هو بيصير في اختبار عشان يتم تشخيص الطفل، في 3 high functioning وmoderate ولو functioning. ممتاز. طيب أكيد إنك أنت بما إنك متخصصة في هذا المجال، مرت عليك قصص كثير ملهمة وقصص ممكن إنها الواحد يستفيد منها والسادة المشاهدين وإحنا نستفيد منها. طبعاً. طيب هتكلم. أنا كان عندي يوم الخميس في مركز أندلسية لصحة الطفل، أنا بشتغل هناك، كان عندي برزنتيشن وتكلمت عن دي الحالة، فأنا مرة حابة أتكلم هنا عليها. طيب عندنا البطل فهودي، واحد من الحالات اللي جداً ألهمتني جداً. واو. إرادة أمه مرة كانت شيء مرة يعني لي كثير. أمه طلعت وتكلمت قدام الناس عشان تساعد الناس وتديهم أمل، لأنه كثير بيجوني أمهات أحياناً طب ولدي حيتحسن، طب حشوف فرق في ولدي، يعني ما عندهم الأمل ده.
فالأم دي طلعت وتكلمت وأعطت أمل لأمهات مرة كثير. فهد بدأ معانا من الصفر، ما كان عنده تواصل، ما كان، كان في عالمه الخاص، بس حاولنا قد ما نقدر إحنا كتيم نعلمه ونخرجه شوية ونعلمه كيف يتواصل معانا. فهد جدا ألهمني لأنه علمني أنه لما نحب أحد مو لازم نقول له، حنقدر نفهمه. يعني فهد فجأة في الجلسة وإحنا جالسين يجي يحضني، أجي أديله مثلا يلا أوقف يجي يبوسني، يعني أنا حسيت بحبه بدون ما يتكلم، بدون ما يعبر. بالضبط، فجدا كان ملهم لي. كم عمره لما بدأ معاك؟ فهد بدأ معايا كان عمره 3 سنين. طبعا هذا السن مرة كويس، أمه إنسانة جدا قوية، يعني جهلة التحية أكيد طبعاً. إنه كانت مكافحة وعندها أمل كبير فالله أول شيء، ثم إنها تعالج ولدها. طبعاً أكيد إنه دور الوالدين فوق كل شيء، صح ولا لا؟ جداً، يعني إحنا ما بتشوف تطور غير لما نكون إحنا كلنا فريق واحد. طبعاً الأساس يكون الأم والأب واللي عايشين أخوانه اللي صح. في البيت معاه. طب كيف ممكن أنا وإنتي والمشاهدين كيف ممكن إحنا نكون يعني دورنا إيجابي مع هذه الفئة؟ إذا عرفنا أنه في أحد عنده توحد كيف إحنا ممكن نتعامل؟ كيف ممكن على الأقل لو الأشياء البسيطة، ما بدخل في الأشياء العميقة من ناحية التخصص، لكن كتعامل وطريقة تعامل. طيب أول شيء في الأماكن العامة لما بنشوف طفل يزعج، طفل مختلف، يعني ممكن طفل بيرمي أشياء، هو ما هو مجنون أو ما هو يعني ما في له حاجة، هو بس مختلف، فلازم نفهم، نحاول ندخل معاهم، نسوي توعية للناس. حلو. كيف نعمل توعية وإحنا ما إحنا عارفين؟ فنحاول نحتك بدول الناس، نحاول نعمل تطوع عشان نقدر نفهم هم كيف يفكروا. ممتاز، بدي الطريقة حنعمل توعية أكثر. حلو، يعني إن شاء الله أنه قد ما إحنا نعرف أنه الشخص هذا هو زينا لكن هو ممكن قاعد يفكر بطريقة غير. بالضبط، إحنا لازم نفكر بإيجابية أنه إحنا كل واحد مختلف عن الثاني، أنا عندي اختلاف عنك، اختلاف عن كل أحد، فدولي نفس الشيء، ما هو مرض، اختلاف. اختلاف، اضطراب ممكن في طريقة. فإحنا نساعدهم بأنه إحنا نساعدهم نخرجهم من ده الشيء بس. الله يعطيكم العافية، وأنتم مجهودكم صراحة تشكرون عليه. وأكيد أنه يعني يكفي، يمكن أنت حتى قلت القصة حقت فهد وأم فهد، هذا الشيء يعطيك يمكن دافع كبير قدام أنك أنت تكملي فعلا وتحاولي توصلي المسج هذا للناس كلهم. فإن شاء الله أنك مأجورة على اللي تسوينه، والله يوفقك إن شاء الله. نشوفكم إن شاء الله مرة ثانية. شكرا، الله يعطيكم العافية. وصلنا معاكم نهاية الحلقة اليوم، إن شاء الله نشوفكم بكرة، فمان الله.